السلام عليكم. السلام عليكم. نتعرف على حضرتك. انا انتصار مرغن عثمان. اهلا وسهلا استاذه انتصار، شو بتشتغلي حضرتك؟ انا اخصائيه اجتماعيه. اهلا وسهلا، احكي لنا عن تجربتك مع شركه ميديك استاذه انتصار. تجربتي بدات من مشاركتي في دورات تدريبيه متخصصه في 2016، الدوره المتخصصه الاولى الخاصه بالذكاءات المتعدده، ودوره خاصه بمهارات العرض والتقديم. دي كانت مباشرة بدورة يعني مشاركة تفاعلية داخل القاعة مع مجموعة من المشاركين. دي كانت متخصصة وكانت هي أخذت أي بعد بأيام، يعني أكثر بأيام. بعدك في تجربة معهم من ناحية الدورات أو الكورسات، التعليم المستمر بنسميه تعليم مستمر خلال الأونلاين للمحاضرات الأونلاين، اللي دي برضو كانت بالنسبة لنا أفادتنا كثير جدا. في تجربة معهم الثاني في حضور مباشر المحاضرات الإضافية اللي كانت مسائية، دائما كانت بتكون هي أخذ أربع اللي هي الورش المتابعة اللي بتاخذها بعد الدورة. الورش المتابعة التنشيطية، هي الورش التنشيطية بعد الدورة التدريبية الأساسية اللي أخذناها منها. وفي كانت آخر الدورة اليوم كانت تتكلم عن التوجه الإيجابي للتوجه الذهني الإيجابي للإنسان، ويمكن استفدت منها جدا في حته مهمه جدا في مشكلة انا المسؤول امام اي مشكله موجوده، انا المسؤول وانا صاحب المحاضره المبادره لحل هذه المشكله، او مش لحل المشكله، لحل اسباب المشكله وازالتها. نحن التجربه اللي انت حضرتك معنا طبعا صار لها تقريبا سنه، استفدتي منها على الصعيد الشخصي والعملي؟ أكيد طبعا على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العملي، على الصعيد تطوير ذات بالنسبة إلي، فتح مداركي، سهل لي، أضاف لي معلومات، أضاف لي خبرات، أضافت لي مهارات إضافية جديدة. من ناحية عملي فتحت لي آفاق جدا، من ناحية توظيف مقدراتي، توظيف مهاراتي، إضافاتي أنا في مجال عملي، تطوير عملي، تطوير كأني أخصائية اجتماعية، كيف أحل المشكلة، كيف أحل أسائل في إنه أعمل وقاية لأنه ما تحصل المشكلة، التوعية المجتمعية بالنسبة للمشاكل. يعني رائع. شو رأيك بخدمة العملاء المقدمة من شركة ميديكس انترناشنال؟ هي كانت أساس نجاح يمكن أو مشاركتنا في كثير من الدورات هذه، إذا كانت الدورات الأساسية أو الدورات التنشيطية. عملية التواصل، التذكير، يعني كانت في عملية ربط، التشجيع، التحفيز، الاستقبال كان استقبال جيد جدا، المتابعة لآخر محاضرة، الحضور بالنسبة لهم، يعني هما الأساس اللي نجاح الدورات، والحضورنا أو مش وجودنا ومشاركتنا واستفادتنا من هذا الشيء. بتحبي ترشحي ناس آخرين لحضور مثل هاي البرامج من ميديكس انترناشنال؟ أنا من أول يوم كنت مستفيدة جدا من الدورات التدريبية الأولية الأساسية اللي أخذناها، وكنت رشحت ناس، في ناس شاركت، يعني ممكن تكون أسماء موجودة وهم موجودين معي في الفيلد في نفس المجال، في مجلس نفس المركز بتاعي، في مصنع الشغل، في المجتمع، حتى في بلدي أنا اللي أنا موجودة فيها، وموجودين شخصيات شاركوا في هذا. شكرا جزيلا لك أستاذ انتصار، بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. مشكور أستاذ متين. شكرا جزيلا.